السلام عليكم بناتي وأخواتي. بسم الله وعليه توكلت. اليوم أخواتي غادي ندير معاكم صدر ديال الدجاج مقطع هكا شرائح طويلة. انتم غتتابعوا معايا. اللي غادي ندير ليه الخمارة كيجي زوين. مع الخمارة كنديرها في الدقيق، غادي تتبعوا معايا المراحل. وكندير ليه هي لا شابلو، ولا ما عنديش لا شابلو تندير ديك الدقاقه ديال الحمامر. عندي الحمامر حرشين زوينين انا بحال لا شابلو، كنقليهم بيه تيجي زوين ولذيذ بناتي. كنرافقو مع الفريت، مع هاد الفريت هذا اللي غادي نطيبه. هو هذا غادي نردو شي شويه طلع فيه الغليه، غير شويه تبان ليا هنا الكشكوشه جايه طالعه. تنطفي عليه مع رويز ديال الثومه ومليحه، غندير له مليحه. غنديرو يدير يغلى غير شويه، يجيب الغليه. قلت لكم غير طلع الكشكوشه هنايا صافي وكنحبس. والدجاج غادي نقطعوه هكا بالطول، صدر ديال الدجاج كنقطعو بالطول بحال هكا، بحال اللي درت الفريت نيت. كتجي زوينة هاد الدجاج بحال هكا. مرة مرة نفرحو وليداتنا كما قلت لكم في الحلقة السابقة، في الفيديو اللي سبق من هذا، راني هضرت لكم على صدر الدجاج. الوليدات ما كياكلوش، خصنا نوظفوه في بحال هاد المسائل هذه. وكيعجبهم ديروه، راه غادي تدعيو معايا بناتي. وكنشكر كل من كتب لي كلمه زوينه وتعليق زوين، وكنطلب منكم دعموني منكم ناعمه عندي ما نعطي. دعموني بناتي وبارطاجي وديروا لي اشتراك، الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا منكم بناتي. اللي يعجبو الفيديو ديالي يدخل يدير لي اشتراك. يعني قلت لكم بناتي غنعطيكم اي حاجه عن تجربه، اي حاجه دازت عندي انا في التجربه غادي نعطيها لكم. احنا الحمد لله عندنا اسباقيه ودينا وجبنا في الحياه بناتي واخواتي، ما فيها باس نتشاركوا الحاجه الزوينه. الله يحفظكم بناتي واخواتي، الله يجازيكم بخير. غادي نقطع كل شيء بحال هكذا. هذه راه غادي تجربوها كتجي زوينه بزاف. ماشي غادي نقطع كل شيء هكا شرائح الطول. هاكو بناتي هاني قطعتهم شرائح طوليه بحال هكذا. المهم طوال تا الفريس راني تنقطعها غليظه شويه بحال هكذا، غليظه حيت كنرافق هذا مع هذا الفريس هذا كيكون غليظ بحال هكذا. شرائح ديال طوليه ديال صدر الدجاج. وتابعوني في المراحل التاليه. هاني من كملت هاد تقاطع كاملين هادو قلت لكم بالطول بحال هكذا، غادي نزيد عليهم مليحه نملحوهم القياس ديالنا الملحه. وغادي نزيد عليهم الثومه. من الاحسن تكون عندكم محكوكه، انا راني قلبت ما لقيتها تقعدات عندي. وعندي هادي دايراها مع في القرعه مع الزيت بلديه. انا غادي ناخذ منها معليش، المهم الثومه راه هي هذه حاضره. الثومه من الاحسن تكون عندكم الثومه تحكوها في الحكاكه محكوكه من الاحسن.
غادي نزيدو شوية ديال الإبزار، هادشي اللي كندير ليه دابا في الأول بحال هاكا، ونخليوه شوية مرقد، كنديرو ليه شوية ديال الإبزار والثومة والثوم، وغادي نخلطوه بناتي مزيان يتشرب هادشي. يا الله يا الله استسمح. وغادي نخليوهم هاكا بناتي يترقدوا شويه واحد الساعه المقانه، وغادي نرجع لكم وتابعوا معايا. كيف ما قلت لكم بناتي، غادي هذا هو الدقيق اللي غادي ندير فيه، اللي غادي ندير فيه سميتو الخماره، اللي غندير فيه نيت هذوك شرائح الدجاج. درت خماره ها هي خويتها هنا مع الدقيق، مقياس الدقيق اللي غادي مرم لينا داك، نفندو به داك الدجاج، نغطاو به الدجاج من غنديرو في البيض. انتو ما غتشوفو بناتي، خلطتهم هكا، وغادي ناخد البيض هو هذا، البيض عندي ثلاثة البيضات، ثلاثة إلا بانو لكم هنا جوج محاح، هادو لقيتهم في بيضة وحدة. غادي ندير زيت هنا مليحة مع البيض، غنزيد واحد شي شوية الخل غي شوية، وغادي نزيد شوية البزار، وغادي نخلط مزيان. وهذا لا شابلوغ ديالي اللي قلت لكم، ماشي لا شابلوغ، هذا عندي انا، هذا عندي انا يا الحمامر، ها انتم شفتوه الحمامر، هادو دايرين بحال لا شابلوغ رقيق، ما هو هادو كنقلي بهم انا الدجاج تيجي زوين. اللي ما عندوش هاد الحمامر ممكن يدير، اللي ما عندوش هادو ممكن يدير لا شابلوغ. دابا بناتي غادي ندوز هذاك الدجاج ديالي، راه بعد ما خليته واحد الساعه في العطريه ديالو، درنا ليه قلت لكم البزار، ودرت ليه الثومه محكوكه ولا مطحونه، ودرت ليه مليحه بعد ما كتقطعته بالطول، هو هذا باش تشوفوا المهم غندير ليه بحال هكا اخواتي، ندير له بحال هكا في وسط داك الخماره والدقيق، ياك شفتو كاملين هذوك الطريفات اللي عندي، ندير لهم بحال هكا، ندوزهم كاملين في داك الدقيق مزيان فيه الخماره، تمرمتو كامل. وغادي نولي من بعد غندوزو في البيض، غندوزو في هذا البيض، هذا غندوزو في البيض، ومن بعد غادي ندوزو في هذا لاشابلو وغادي نقليه، وتابعوا معايا بناتي حتى الاخر، شوفوا في الاخر.
والبطاطا ديالنا هي هادي، كتجيب غير الكشكوشه كما قلت لكم. يلا بدا تطلع الكشكوشه وضفيت عليها، هي هادي انا غادي نصفيها وغنوريكم شنو غنزيد عليها. البطاطا ديالي غادي نزيد عليها شويه ديال التخميره، غادي نزيد عليها شويه شويه مليحه، حيت درت لها الملح في الاول ماشي شويه، وغادي نخلطها مزيان. كتجي زوينه هاد البطاطا، جربوها وليداتكم غادي ياكلو هادشي. بطاطا فريت كناكلوها حنا الكبار والصغار وكلشي بهاد الطريقه هادي، عاوتاني كتجي زوينه. شفتوا بناتي هاني كيفاش درت ليها البطاطا ديالي، والدجاج ديالي راكم شفتوه ها هو مصاوب، ودرت ليه هذيك الخماره مع الدقيق. هو هذا غادي ندوزو دابا في البيض، وغادي نعاود نديرو في هاد الحمره الحمامر اللي قلت لكم بحال شابلو، وغادي نقليه وغادي تتلاقاو معايا بناتي في الاخر من غادي نقليه. دابا غادي ندوزو هنا كما قلت لكم، ندوزو هكا ندوزو بحال هكذا وسط البيض، وغادي نديرو هنايا. تنظن الفكره وضحت لكم، ها هما كاملين هادو اللي درت، غنخشيهم هكا في البيض يتفندو مزيان وسط البيض. وغادي نديرهم هنا نعاودهم في لاشابلو. انا قلت لكم اللي ما عنده، انا كنديرهم في هاد الحمامر وتنديرهم حتى بعد المرات في لاشابلو على ما كانش عندي الحمامر. انا دائما الحمامر تناكل، انا القمح داء والزرع دائما عندي هاد الشيء في الدار، كندوزهم بناتي بحال هكذا. ها هما درناهم قلت لكم في الدقيق فيه الخماره، هزي خليتهم شربوا شويه ديك الخميره والدقيق، وليت عاود تخشيتهم في البيض، وعاد رمي درتهم في هاد سميتو هاد الحمامر هادي ولا لا الشابلو. تنظن الفكره وضحت ليكم، راهو ما تيجيو زوينين. وفي الاخير غادي تشوفوني في التقديم بناتي باش ما نطولش الفيديو بزاف. كيف ما شفتوا بناتي الفريد ديالي ها هو كيتقلى كيجي زوين، ما نقولش ليكم كيتيجي باللذة ديال ديك التومة والتحميرة. من الأحسن تكون ديك النورة كتعطي واحد المذاق زوين. و الدجاج ديالي ها هو شرائح كيتقلى على عاد المهيلة، وغادي تشوفوه في الأخير. أنا مرافقة مع شوية ديال العدس الطويجين تيطيب، وغادي تشوفوه في الأخير تقديم بناتي وأخواتي. واخيرا بناتي واخواتي، هذا هو الدجاج اللي قلت لكم، صدر ديال الدجاج اللي درتو بالخماره وقليتو بالحمامر ديال الزرع. هو هذا بناتي، انا تيجي زوين ما نقولش ليكم، تيجي رطب. هذيك الخماره تعطيه واحد الرطوبيه وواحد الطراوه ما نقولش ليكم، جربوه بناتي وغادي تشكروني عليه، وتاكلوه بالصحة وبالراحة. راه تيجي زوين، تيجي رطب 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 وفتي من الداخل وطايب، ما كيشرب لا زيت لا والو. طبعا ضروري كنديروا له الورق النشاف. هادي غديوتي اليوم قدمتها معكم مع طويجين صغير ديال العدس وخبيز ديال الزرع، وهذا هو غدايا اليوم. جربوا بناتي صدر ديال الدجاج، راه تيجي زوين في وجبات في وصفات. والى فيديو اخر بناتي واخواتي، بارطاجيو ودعموني وديروا لي اشتراك
باش تبقى الاستمرارية. إلى عجبكم الفيديو ديالي ديروا لي اشتراك، الله يجازيكم بخير، وبارطاجيو، الله يسهل أمركم وأمرنا وأمر المسلمين كافة أجمعين، والسلام عليكم.